السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء عبقري شبكات. موضوعنا النهاردة إن شاء الله هيكون عن إزاي تعرف إذا كان جهازك محترق ولا لأ، طريقة سهلة وبسيطة، وإيه اللي ممكن نعمله لو اكتشفنا إن جهازنا ده محترق أو واقع تحت تأثير برامج الهيكر أو برامج التجسس. ندخل على ستارت، هنختار رن، هنكتب الأمر ده في رن، بعدها موافق أو أوكي. بعد كده هتظهر لنا الشاشة دي. طب ايه معنى الارقام اللي انا محدد عليها دي او معلم عليها؟ لو ظهر لنا الرقم 850، ده معناه ان جهازنا الحمد لله سليم 100% وخالي من اي برامج اختراق او برامج هيكر او تجسس. طيب نعرف ازاي اذا كان جهازنا مخترق؟ لو ظهرت معانا الكلمة دي بدل الرقم اللي انا محدد عليه فوق 850، ظهرت معانا الكلمة التانية دي اللي انا محدد عليها، ده معناه ان جهازنا طبعا موجود في ملفات تجسس ويحصل اختراق في اي وقت. طيب ايه الحل اللي ممكن نعمله او نعالج المشكلة دي ازاي؟ طبعا حلها بسيط جدا، اننا بننزل نسخة ويندوز لجهازنا ده او بنعمله فورمات للهارد ديسك بتاعنا. في النهاية اتمنى تكون المعلومة مفيدة للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.